هذا وقد جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية، تماشيا مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الشفاء والإندونيسية، مشددة على أن المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى، فيما تأوي آلاف المدنيين في ظل تواصل القصف المكثف على قطاع غزة.